جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل لفترة من الزمن؟ إيش؟ هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاغل لفترة من الزمن؟ يقال إيه؟ يعني مثلا بعد الصلاة رحت مثلا مشوار أو واحد مسلك مثلا نص ساعة أو ساعة. أسألك، هل الذكر باللسان أو باليد أو بالرجل؟ باللسان. هل هناك شيء يشغل عن اللسان؟ ما يخالف ضيف، أسبح هنا وأنا أمشي، أسبح هنا قلت له الضيافة، لقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة كمل فاذكروا الله. لا، إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني ما إذا صلينا الظهر اليوم نروح المزلفة. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. الحمد لله، تسبح وانت تمشي ولا حرج.